الراديو 90 90، هواها مصر. وصلنا دلوقتي لفقرة مفيش مرة زي التانية، والنهاردة زي ما قلت لكم يا ستات هنتكلم عن ازاي نختار البرفيوم الصح لينا. بصوا يا جماعة بقى، البرفيومز بقت غالية جدا جدا جدا، فمش عايزين نغلط. زمان كنا ممكن نغلط ونقول مش مشكلة نركنها على جنب، دلوقتي مفيش تهريج خالص، خصوصا لو هنجيب ماركة حلوة اوكي ورائحة كمان اكيد جميل. البرفيوم بيدينا ارتياح، البرفيوم بيدينا ثقة في النفس اوكي. طيب خلونا نبدأها واحدة واحدة. اول حاجة خالص لازم اعرف انا ميلة ريحة ايه. هل ريحة الفواكه، الورد، الليمون، الاعشاب؟ طبعا دي بنعرفها مع شرانا للبرفيوم كذا مرة يعني اوكي، واحنا صغيرين بنبدأ بقى نجيب حاجة في حاجة لحد ما احنا بنحس ان في ريحة معينة هي دي اللي بتريحنا، هي دي اللي احنا بنحبها. لان اوقات لما بنحط برفيوم مش عاجبنا ممكن يعصبنا، ممكن نتخنق، فكل واحدة تعرف هي ميلة تجاه ايه. اول ما تخشوا المحل تتجهوا ناحية البرفيوم دي، ما تلخبطيش دماغك على طول. لو انت عايزة تغيري يبقى انا عايزة البراندز اللي فيها ريحة فاكهة او ورود او ليمون او whatever، وتروحي تثبتي عند كام برفيوم اللي فيه البيز اللي انت بتحبيه. لما تجربي في المحل لو انت هتغيري ما تجربيش اكتر من 3-4 ماكسيمم، وانا بقول 3 كافي جدا، والا هتبداي تلخبطي لو انت هتشتري حاجه جديده تمام. ولما تجربي تجربي على جلدك مش على الورقه اللي هما بيدوها لنا، لان البرفيوم لما بيجي على جلدك جلدك بيتفاعل معاه وبيطلع ريحه تانية خالص اوكي. عشان كده دايما انا بقول برضو لو برفيوم حلو على واحدة صاحبتك مش بالشرط ان يكون بنفس الحلاوة عليكي. عشان كده لما تجربوا البرفيوم على جلدكم مش على الورق اللي هم بيدهن. خدي وقتك، بمعنى ايه؟ دايما لما نرش البرفيوم اوكي اتحركي شوية كده، مثلا بصي على حاجة تانية في المحل وبعد كده ارجعي شميه، خليه يتفاعل مع جلدك. بدليل حتى هم في المحلات لما هم بيرشوا لنا على الكرتونه اللي بيدوها لنا دي بيقعدوا ايه زي ما يقولوا يجففوها شويه كده اوكي، ليه؟ عشان الـ 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 الريحه تسات عليها اوكي، ما تبقاش تبقى باينه بمعنى اصح. فخدي وقتك تمشي كده شويه وبعد كده ارجعي شم برفيوم واحده واحده. ما تخليش البياعات في المحل ياثروا عليك، بمعنى ايه؟ اول ما تخشي لا ده في براند جديد، دي الماركه دي منزله معرفش ايه البرفيوم ده، وتلاقي نفسك تدبستي برفيومز لعجبك ريحتها وبرفيومز غاليه جدا. زي ما بقول لكم البرفيومز بقت غاليه جدا اوكي. عايزه اقول لكم ممكن حاجه قديمه حتى ما كنتيش عمرك استخدمتيها قبل كده، يعني مثلا من ماركات عالمية معروفة، لكن البرفيوم ده مثلا بقاله 20 سنة موجود، ممكن يبقى هو ده اللي انت عايزاه. والبرفيومز ما هياش بالموضة وما هياش بان انا لازم اجيب الليتس او الجديد، في روائح بجد قديمة جدا اوكي طالعة بقالها سنين وسنين، ممكن لو حطيتي ايدك عليها عمرك ما تسيبيها تاني. ف يعني ما تخشوش بقى زي الهدوم انا عايزة احدث كولكشن، انا عايزة احدث موضة، لا مفيش في البرفيومز كده. لو عجبك ومحتارة رأيي لو المحلات عندهم دلوقتي يعني تاخدي عينة، يعني ما بقاش فيه بس يعني لو فيه ياريت، لان لازم يعجبك. وارجع اقول تاني بجد بقى غاليين جدا البرفيومز. لازم تعرفوا طبعا ان في فرق ما بين البرفيوم والاودو تواليت. الاودو تواليت بيبقى اخف ومش بيثبت على الجسم زي طبعا البرفيوم. لكن قبل ما تشتري تقولي برفيوم او اودو تواليت لازم تعرفي انت هتستخدميه فين. يعني هل انت من النوع اللي مثلا ما بتخرجيش قوي بس الشغل اللي يهمك، فوقتها نجيب اودو تواليت، ما ينفعش نروح ببرفيوم بيبقى قوي جدا. ولا هل انت ما بتشتغليش مثلا وعايزاه بالليل، وممكن على فكره يبقى عندكم اتنين، واحد للصبح واحد بالليل، نفس اللاين نفس البراند، بس واحد يبقى اودو تواليت واحد يبقى برفيوم. خلي بالكم برضو وانتوا بتشتروا البرفيومز الصيف بيختلف عن الشتاء. الصيف مش بيحتاج ريحه قويه قوي اوكي زي الشتاء،
يعني الشتاء مع برودة الجو كده ممكن تروحي للروائح قوية قوي. الصيف احنا بنبقى مخنوقين خلقة اوكي، فالروائح القوية دي بعد ساعات بتخنقنا مع انها ممكن تكون عجبانة. مهمة قوي كمان يا جماعة ان تكون ماركة اصلية، ما نتخمش بمعنى اصح، لان الماركات اللي مش اصلية في المحل بنتخدع، بيبقى فيها ضي الريحة كده، لكن لما بنروح ونبدأ نحطه لا بنحس ان في معرفش سوري في كده زرنخة، في حاجة غلط في البرفيوم، فنروح محلات قوية سوري محلات كويسة، ويعني نقعد نبص على البرفيوم يمين شمال كده ونجربه قبل ما نشتريه مليون مرة. طبعا احسن اماكن لوضع البرفيوم هي الاماكن اللي فيها النبض، يعني في الريست بتاع الايد، خلف الودن، اي مناطق فيها نبض هي دي اللي بتبقى احسن مناطق، لان البرفيوم بيدوم في المناطق دي فتره اطول. واخر حاجه عايزه اقولها، اختاروا صح البرفيوم، بجد بيضيف لك كتير وبيديك بجد ثقه في النفس.